السلام عليكم، معكم عبد الرحمن، شاب مغربي مبوغص وقراي ومشى حتى لكندا باش يكمل قرايته. من نهار بدا الحجر الصحي وهو ملتزم في الدار، لا خروج لا دخول، حتى انت بغيناك تبقى في الدار باش نحافظوا على السلامه ديالنا. شعاره في الحياه هو الفياق بكري بالذهب مشري، ما تتهموا حتى حاجه في الدنيا من غير القرايه 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 والكتوبه. ايه القرايه، الله يرضي عليه، اي حاجه تتعلق بالمغرب ما كيفرطش فيها. تصوروا نهار وصل لكندا حتى المكانه ديالو ما حققهاش، خلى فيها الساعه ديال المغرب. هذا هو المغربي ولا بالك؟ اش بغيت تحقق؟ واش انا وصل لكندا مع 9 الصباح وما يلا عندهم 6 الصباح؟ ما كاين معاهم تهضر، لا موالين المحلبة تحلين، لا المخبزة تحلين، لا السيكليس حل، وتا واحد الدنيا مسقوطة، الناس تيجدوا في السوايع وهادو تينقصوا فيهم. امبوستاعيل هاد اللعب. وباش نكملها ونجملها بالحداقة وما عندوش مع المعكازة، لا حادك إلا قلتي حادك حادك. ونزيدكم في 3 أيام الأولى دار بلاصتو في كندا، ولا كلشي تيعرفو. وشوف أملم بين الشيخ، حنا المغاربة تنديرو بلاصتنا دغيا، فراسك أنا اللي لقيتها في الدرب، ما كاينش شي واحد تيهضر مع شي قورية من قوريات بنا دربنا. السخور أنا اللي تنتسخر تنربط لهم الفلوس كما هما، ما عمر شي واحد هز فيا عيني. شتي المشاش ديال الدرب، ستة تيدخلوا مع الحجر الصحي تا هما. عارفين كاسيدي كتبغي الخير للناس، ولكن ما تفضحناش، راه ما كاينينش الدروبه في كندا، نقص هذيك السلوكيه. انت على ما كاين الترف في كندا، لا هما ساكنين في المكازات ولا ساكنين في السنسور. عمك بعدا انت جيتي اصلا لكندا باش تهضر مع هاد الهضره. يلا هسي اسمي تربكم. تربنا سميتو جاني جاكسون. غير هو اللي عند امه، واحد الانسانه حسب علم. ما تهضرش على امي، كلها يهضر على امه. بصراحة بيناتنا امي عزيزة عليا بزاف، تصوروا بزاف د الحوايج اليوم كل ما كانت هي عمرني ما نديرهم في حياتي. وخصك جوج د الحوايج ضروريين في الحياة، الأولى وهي دعوة الوالدين، إلا ما كانوش معاك ما غدير والو في حياتك. والحاجة الثانية ما تتهمناش امي، واحد المرأة اللي حنينة، أي حاجة طلبتها تتجيبها ليا، عمرها في حياتها ما هزتها يديها ولا ضربتني. تندير الدزارة في صخوري وحتى في كبري، ولكن عمرها واحد الحنان عطى الله الأم ديالي. يا ربي هاد الحنان يتوزع كاع الأمهات يا ربي أمين. بقى ما تقطعيش هي تتعيط. ألو أمي، والله إلا لحشومة عليك وعيبة عليك، ماشي هكا أنا ربيتك. ما كتعرفش بالله هذيك ألو أمي هي اللي كتنعشني، هي اللي كتنسيني في المرض كله، كتنسيني في كورونا، كتنسيني في الحجر الصحي، كتنسيني في كل شيء. علاش كتحرمني منها؟ علاش؟ ماشي عيب عليك هكا يا وليدي، ملي كتبغي حاجتك كتولي خيطه زيت عليا بالتليفونات، ودابا ملي ما كاين ما يدار قطع عليا الماء والضو وكلشي. صافي راني مقلقه دابا، ما عندش فين يقيل الطير. غنقول لك واحد جوج كلمات، من اليوم ما انا ولدك ما انت امي. صافي الله يهنيك. ها اللي قلت لكم، راه حنينه وواحد العاطفه عطاها الله وما تتعصبش كاع. ياك راه سمعتك اش كتقول، ياك تولك اللسان. وكون كنتي حدايا كون راني جريت لك ودنيك، شي جره عمرك ما تنساها.